التوقيت ده هو كده كده مفيش جمهور، يعني هو كده كده في بطولة اليد السنة دي مفيهاش جمهور، زيها زي الأهلي زمالك مفيش جمهور. بس المهم بس إن يبقى في المساحات اللي بتتعمل يوميا للعيبة هي اللي بتفرق ساعتها. مش شايف ان هو اصلا مناسب، مدرين ان هم اصلا اجلوا الامتحان بتاعتنا واجلوا الدراسه، فمش شايف ان هم مفيش حاجه تقول ان احنا نعمل كاس عالم لكره اليد دلوقتي، كانت ممكن تتاجل او ممكن يلغوها. والله انا شايف ان هو مش مناسب، لان كل بطولات العالم بتتاجل، مش هيحصل حاجه لو اتاجلت، يعني هتلعب في مصر برضو، هتلعب بنفس الترتيبات ونفس التنظيمات الجيده، كل حاجه تبقى كويسه. العالم كله بيمر بأزمة الكورونا، والموضوع ده محتاج ان هم يفكروا فيه مرة واثنين وثلاثة. صحة المواطنين اهم مليون مرة من اي بطولة. الوقت الحالي مهم جدا لتنشيط السياحة حتى، ومهم جدا الوضع الاقتصادي في الدولة دلوقتي حاليا. والله ان شاء الله احنا بنامل ان المنتخب المصري ياخد الكاس ان شاء الله، عشاننا كبير في ربنا يعني. والله حظنا مش بعيده، لانه منتخب مصر برضه فيه لعبه كويسه، مع انه في مجموعه قويه جدا، بس ان شاء الله نقدر نسعى. ممكن نوصل للسيمي فاينال، عندنا لعيبه، واحد زي احمد الاحمر من الناس من احسن اللعيبه اصلا بالنسبه لي في العالم في الهاندبول، فهيفرق معانا جدا احمد الاحمر.